تنطلق اليوم الأربعاء أشغال القمة الاستثنائية للصين إفريقيا حول التضامن بخصوص تفشي وباء كوفيد-19، وذلك عن طريق تقنية التواصل عن بعد بمشاركة أعضاء بالاتحاد الإفريقي وغياب عصابة البوليساريو التي لم توجه لا بكين أي دعوة للمشاركة في القمة. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية بأن القمة سيحضرها قادة بلدان إفريقية بينها أعضاء مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والرؤساء الدوريون للمنظمات الشبه الإقليمية الإفريقية الرئيسية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بناء على دعوة وجهت لهما. وليست هذه هي المرة الأولى التي تستبعد فيها الصين عصابة المرتزقة من القمم التي تجمع بالاتحاد الإفريقي، فخلال القمة الصينية الإفريقية التي احتضنتها بكين في 3 و 4 شتنبر 2018 والتي شاركت فيها المملكة المغربية، وجهت الحكومة الصينية الدعوة ل 53 عضوا في منظمة الاتحاد الإفريقي، فيما رفضت توجيه دعوة لعصابة البوليساريو رغم التحركات التي قادتها جنوب إفريقيا والجزائر لضمان هذه المشاركة. يشار إلى أن مشاركة عصابة البوليساريو بقمم الشراكة التي تجمع الاتحاد الإفريقي بشركائه الدوليين من دول كبرى ومنظمات إقليمية ظلت مثار جدل داخل أروقة المنظمات القارية، وذلك بسبب رفض هؤلاء الشركاء لمشاركتها بسبب عدم اعترافهم بها، بالإضافة إلى رفض دول داخل الاتحاد الإفريقي على رأس المملكة المغربية لهذه المشاركة في مقابل إصرار جنوب إفريقيا والجزائر على ذلك، حيث سبق للدولتين أن مارستا ضغوطا دبلوماسية شديدة من أجل استصدار قرار يدعو إلى ضمان مشاركة جميع أعضاء المنظمة القارية في قمم الشراكة بين الاتحاد الإفريقي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل الضغط على الاتحاد لضمان مشاركة جبهة البوليساريو في هذه القمة. في 13 أبريل دعا الملك محمد الثالث إلى تطوير استراتيجية إفريقية منسقة لمكافحة وباء كوفيد-19، وبعد مرور شهرين على ذلك أعطى الملك تعليماته بإرسال مساعدات طبية إلى 15 دولة إفريقية. أعطى الملك محمد الثالث يوم السبت الماضي تعليماته لإرسال مساعدات طبية إلى 15 دولة إفريقية، وذلك من أجل مواكبة هذه الدول في جهودها لمحاربة جائحة كوفيد-19. ولقيت هذه المبادرة ترحيبا حارا من قبل دول القارة، وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن السفير الممثل الدائم للكاميرون لدى الاتحاد الإفريقي شكره للمغرب، وقال إننا ممتنون لهذه المساعدات القادمة من المملكة لصالح هذه البلدان الإفريقية المتعددة في ظل الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. من جهته أعرب السفير الممثل الدائم لجزر القمر عن شكره للمغرب، وشدد على أن ديناميكية المملكة تظهر مدى فائدة التضامن الإفريقي، وأضاف أن إفريقيا تساعد إفريقيا. بدوره اعتبر الممثل الدائم لغينيا الاستوائية أن هذه البادرة الملكية جيدة جدا، كما أعرب ممثلا موريتانيا وملاوي عن شكرهما للمغرب. من جانبه أكد سفير النيجر لدى المغرب أن هذه المساعدة تلبي توقعات سكان النيجر. وكان مطار نواكشوط يوم أمس أول من استقبل طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية محملتين بمساعدات طبية قادمة من المملكة. وقال وزير الخارجية والتعاون الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن هذه المساعدات تأتي في توقيت مهم جدا بالنسبة لنا في موريتانيا، حيث ستساعد الحكومة في هذه الفترة الصعبة جدا للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19. من جهته تمنى وزير الصحة الموريتاني ندير ولد حامد الذي كان في استقبال هذه المساعدات بمطار نواكشوط الدولية في تصريح مماثل هذه المنحة السخية من المملكة المغربية والتي تأتي في وقت مهم، وذلك بالنظر إلى تفاقم جائحة كوفيد-19 في موريتانيا. وتابع ولد حامد إن هذه المنحة تندرج في إطار التعاون الأخوي الذي يجمع بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية.
وفي السنغال توجه مسؤولان حكوميان إلى مطار داكار لتلقي المساعدة المغربية. وفي حديثه بهذه المناسبة قال وزير الصحة السنغالي عبد الله ديوف سار إن هذه المبادرة هي تعبير عن تضامن وإخاء كبيرين، وخصوصا تعبير عن الصداقة القائمة بين شعبين. من جانبه أكد وزير الدولة لدى وزير الخارجية والسنغاليين المقيمين بالخارج أن المبادرة الملكية تظهر المستوى المثالي للتعاون بين بلدينا. وصباح أمس الاثنين وصلت المساعدات الطبية إلى غينيا بيساو، وتسلمتها وزيرة الدولة لدى رئيس الجمهورية المفوض السامي لمكافحة كوفيد 19 ماجد روبالو، حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء. وأكد رئيس غينيا بيساو أومارو سيسكو إمبالو أن المساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى غينيا بيساو تعكس علاقات الصداقة والتضامن المتميزة مع المغرب، معربا عن شكره للملك محمد السادس على هذه المبادرة الهامة. وأبرز الرئيس الغيني وفقا لبلاغ رئاسة غينيا بيساو نشر يوم الاثنين 15 يونيو أن هذه الالتفات الملكية تجسد أيضا للروابط القوية القائمة بين الشعبين الشقيقين. واستفادت غينيا بيساو من مساعدة طبية في إطار مساعدات تم تقديمها وتنفيذها للتعليمات الملكية السامية إلى العديد من البلدان الإفريقية. وقال الرئيس الغيني بهذه المناسبة إنه لمن دواعي السرور البالغ أن أتوجه لجلالتكم لأشكركم على هذه الهبة الطيبة الموجهة إلى شعب غينيا بيساو في هذه الفترة العصيبة للغاية التي انخرط فيها العالم بأسره في محاربة كوفيد 19 التي تكمن أسلحة مواجهة في التدابير الصحية الملائمة والتباعد الاجتماعي والوقاية الفردية والحجر الصحي، ولكن قبل كل شيء التضامن بين الشعوب. أكد الخبير والناشط الجمعوي النرويجي إريك كاميرون رئيس منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين World Action for Refugees خلال مشاركته في برنامج نقاش الصحراء الذي يبث على شبكات التواصل الاجتماعي على أن مسؤولية الجزائر عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف غير قابلة للتقادم. وشدد كاميرون في عرض واقعي وموضوعي على أن الجزائر فوضت للبوليساريو السلطة على جزء من ترابها في انتهاك سافر لاتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاص بوضع اللاجئين. وكذلك جميع استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين. وأكد الخبير النرويجي أن هذا الوضع الاستثنائي بنظر القانون الإنساني الدولي سمح للبوليساريو بممارسة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف لإسكات أي طعن في شرعيتها، ما جعل السكان المدنيين يتعرضون للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بتواطؤ نشط للجزائر. وأشار إلى أن مسؤولية الجزائر المعنوية والقانونية والجنائية ثابتة بالكامل فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة على ترابها في مخيمات تندوف، حيث تقع على البلد المضيف التزامات محددة لمنع انتهاكات حقوق الأشخاص الموجودين على ترابه وكدا التحقيق فيها والمعاقبة عليها مع توفير سبل الانتصاف لهم. وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت سنة 2018 عن قلقها إزاء التفويض الفعلي للجزائر لسلطاتها، لا سيما الاختصاص القضائي للبوليساريو. ووصل السيد كاميرون تحليله للوضعية الإنسانية المزرية في مخيمات تندوف مبرزا اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين من طرف الجزائر والبوليساريو، وهو ما نددت به المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمية بعد مهمة تفتيش مشتركة أجريت سنة 2005. وأشار الخبير النرويجي إلى أن وكالتي الأمم المتحدة قادتا هذه البعثة بطلب من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي قررت سنة 2003 خفض المساعدات الإنسانية الممنوحة لمحتجزي مخيمات تندوف إلى النصف بعد معاينة ممارسات الاختلاس في المخيمات. وفي سنة 2007 عبر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بدوره عن قلقه بشأن اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين الجزائريين ومسؤولي البوليساريو.
ومنذ ذلك الحين استمر الاختلاس بنفس الوتيرة على حساب صحة المحتجزين في مخيمات تندوف. ووجهت المنظمة الغير الحكومية لمياغي جستيس يوم 9 يونيو 2020 نداء إلى الاتحاد الأوروبي لوضع حد للإثراء الغير المشروع لمسؤولي عصابة البوليساريو من خلال اختلاسهم للمساعدات الإنسانية. وتؤكد هذه المنظمة الغير الحكومية أنه بسبب إعادة بيع معظم المساعدات الإنسانية في بعض الدول المجاورة وهي ممارسة موثقة جيدا، فإن الجوع والعطش يتربصان بمحتجزي مخيمات تندوف. وبحسب السيد كاميرون فإن الاختلاس الممنهج من دون محاسبة للمساعدات الإنسانية أصبح ممكنا بسبب الرفض المتعنت للجزائر السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف في تحدي للقرارات التي اعتمد مجلس الأمن منذ سنة 2011. وشدد على أن الإحصاء آلية حماية أساسية والتزام قانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرا في هذا السياق إلى أن البرلمان الأوروبي استنكر في قرار اعتمده يوم 29 أبريل 2015 عدم إحصاء ساكنة مخيمات تندوف بعد أكثر من 30 عاما من وصولها إلى الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الوضعية غير طبيعية وفريدة من نوعها في تاريخ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. كما أعرب الخبير النرويجي عن قلقه بشأن مصير هذه الساكنة المحرومة من الحماية في سياق تفشي جائحة كوفيد-19 بعد أن فوضت الجزائر إدارة الوضع الصحي في مخيمات تندوف إلى البوليساريو التي تعد جماعة مسلحة لا تملك السلطة القانونية ولا القدرة التقنية على حماية هذه الساكنة من هذا الوباء. ويعد برنامج نقاش الصحراء الذي تبثه البوابة الإلكترونية صحراء كوشن منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.